هذا الشخص الذي جمع هذه كلها والآن هو تائب عائد، سوء ظن، كذب، بهتان، تتبع عورات المسلمين، كيف له؟ هو ظاهر سؤاله أنه يريد التوبة من الغيبة، التوبة من الغيبة والنميمة وما وقع فيه من إطلاق لسانه في أعراض الناس واستطالته بهم. فما هو، فهل يتاب من الغيبة أم لا بإبلاغ صاحب الحق في ذلك أم لا يبلغ ذلك؟ نقول بالنسبة للغيبة لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام نص معين أن الإنسان يتوب بالذهاب إلى الذي اغتابه أو صاحب الحق ثم يخبره بفعله، وجاء في ذلك التحلل كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من أرضه أو شيء فليتحلله من قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم. نقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أرضه، منهم من قال أنه يدخل في ذلك ما يتعلق بمسألة التحلل من الغيبة، ومنهم من قال المراد بذلك بالقذف، ومنهم من أطلقه ومنهم من خصصه بالقذف. وأما بالنسبة أن يتحلل الإنسان وأن يبلغ من اغتابه على سبيل الإطلاق في كل غيبة، قد اختلف العلماء في هذه المسألة، وهي روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله والإمام مالك رحمه الله، يرى أنه وجوب التحلل من المقذوف، وأن الإنسان لا يسقط حقه إذا لم يقم حد الله عز وجل عليه إلا بالتحلل منه. نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام مع كثرة ورود الغيبة عادة من الناس سواء في الصدر الأول أو كان في الصدر المتأخر، وربما تقع في الناس ويسمع الإنسان، وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أحدا بعينه أن يذهب إلى أحد من الناس ثم يقوم بالتحلل منه. وأما ما جاء من الأحاديث بالتحلل بالاستغفار أن يستغفر له، نقول هو جاء في ذلك في حديث أنس بن مالك، قد روى ابن أبي الدنيا في كتابه، قد روى ابن أبي الدنيا من حديث عنبسة عن خالد بن يزيد عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتاب احدا فليستغفر له، او كفارته ان يستغفر له. جاء ذلك ايضا من قول الحسن البصري، وروي في ذلك جمله من الاثار في هذا. نقول لا يثبت في ذلك شيء عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان يكفر غيبته بالتحلل ولا ان يكفر غيبته بعمل معين. اما بالنسبه للنظر العام لمجموع النصوص، اذا اغتاب الانسان احدا فما هي كفارته؟ نقول إن الحالة في ذلك لا تخلو من صورتين. الصورة الأولى إذا علمت أن فلانا من الناس قد بلغه أنك اغتبته بقول معين واشتهر هذا الأمر عنده وثبت وتيقن من ذلك، فنقول التحلل منه مطلب، التحلل منه مطلب أن يقول الإنسان إني قد اغتبتك وقلت فيك كذا وكذا فحللني ونحو ذلك، هذا إذا كان يعلم. أما إذا كان لا يعلم فإن إخباره بذلك هو إغار لصدره، وكذلك أيضا ربما هو دعوة له لأن يزداد حقدا أو غلا أو غير ذلك، وربما يقع في الشحناء والبغضاء أكثر مما كانت موجودة. لهذا نقول لا يشرع له أن يوبئه بذلك، فالشريعة لا تدعو إلى مزيد الشحناء. هل ثمة كفارة أخرى إذا كان لا يوجد تحلل في مثل هذه الصورة؟ نقول نعم، في ذلك أن الإنسان إذا اغتاب أحدا في مجلس من المجالس فكفارته في ذلك على أمور، منها أن الإنسان إذا ذكره في مجلس ولو كان صادقا بذمه، كأن يقول فلان كذوب أو فلان مثلا بخيل أو غير ذلك، وهذه الأشياء فيه، فما هو الحق في ذلك؟ نقول أو ما التوبة في هذا، هل الإنسان ينفي هذه الأشياء عنه في ذلك المجلس ويقول أنه ليس ببخيل وليس بكذاب، هو كذب مرة أخرى أيضا بنفي هذه الأشياء عنه، فما هو التقويم لمثل هذا الأمر؟ نقول التقويم في مثل هذا الأمر لما وقع فيه أن يقوم الإنسان بذكره بمحمدة هي فيه وأن يدع ما ذكره فيه. كان يكون إنسان بخيلا لكنه يقول كان بارا بوالديه، وكان صاحب ولكنه صاحب إعانة مثلا وإغاثة وغير ذلك من الأمور التي وجدت فيه، وكذلك أيضا فيه من الشيم وفيه من الرجولة وفيه من الحسب والشرف وغير ذلك، فذكره في أوصاف هي فيه فترك وتغاضى عما هو فيه مما تكلم فيه حتى تأخذ هذه الحسنة تلك السيئة. منها أيضا الاستغفار، أن يستغفر له الإنسان بالإكثار بالدعاء له بغفران الذنب والتوفيق والإعانة والتسديد، فإن هذا مما أيضا على الله عز وجل أن يوازي به ذلك العمل، ومن أيضا العمل الصالح على سبيل العموم، وذلك أن الحسنات تكفر السيئات. ونقول إن الله عز وجل يغفر توبة من تاب، والله أعلم.